العمل كان جود متوازن يعني النجارين شغالين الحدادين كل بيكونوا بيفصلوا الحديد بيكون في نفس الوقت بيشوي. والإنسان الروحي ده بالولادة الجديدة دي يقدر يشوف ويقدر يفهم. الأستاذ جنان اتولد في طنطا 4/2/1936 كان بيشتغل في شركة الكتاب. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان ودهر الدور كلها امين. اتكلمنا عن الولاده الجديده، اتكلمنا عن الحياه الجديده اللي مليانه قيامه ومليانه توبه ومليانه فرح، اللي فيها علاقه جميله جدا مع ربنا بنتمتع بيها في المخدع بتاعنا لما كل واحد يدخل كده ويقف قدام ابوه السماوي ويتكلم معايا. تكلمنا على الكنيسة الجميلة اللي مليانة من الكنوز السماوية اللي ربنا حاططها عشان خاطر نتمتع، اللي كل ما نبتدي نفهم الطقوس بتاعتها والعقائد بتاعتها يعني نلاقي نفسنا فرحانين فرحانين جدا جدا جدا. الحقيقة الحياة على المستوى ده تحتاج ان الانسان يقدس نفسه. يعني ايه يقدس نفسه؟ يعني يحافظ على قداسته. على مدى تاريخ الكنيسة كله كان المسيحيين يقفوا قدام الأباطرة بدون خوف خالص. ليه؟ عينيهم مثبتة على السماء، عارفين ان هم لما يغادروا الأرض دي مكانهم في السماء. يحاول الوالي او يحاول الإمبراطور او يحاول القائد انه يرهبهم ويخفهم وهم ما يتزعزعوش بشطارة ابدا، لكن لان حياة القداسة اللي هم عايشين فيها دي مخليهم متمتعين بشركة خاصة جدا أو حياة جميلة جدا مع ربنا، مش خايفين خالص. فيجي الوالي يفكر، طب إذا كان الإرهاب معهم مش نافع، إذا كانت وسائل التعذيب مش نافعة، إذا كان حتى عملية الترغيب أو عرض أمور عليهم أو محاولة إغراءهم بحاجة تانية مش نافعة، نعمل إيه؟ فنشكر ربنا أنه سير القديسين سجلت ان كان في بعض المحاولات كان بيحاول يقوم بها عدو الخير، كان متركز على فكره انه يهاجم او يحارب قداستهم، زي بالظبط اللي سمعناه في حياه القديس ماري جرجس. حياه القديس ماري جرجس لما الساحر غلب مع ماري جرجس، لما حاول كل اللي يجيبهم الملك ان هم يحركوا ماري جرجس عن ايمانه وفشلوا، جاء رأي كده على فكرة سر قوته في قداسته، إن أسقطناه في الشر ينهار ماري جرجس. وفعلا حبوا إن هم يجيبوا إنسانة شريرة ويحطوها مع ماري جرجس عشان خاطر تسقطه، لكن ماري جرجس بقوة المسيح اللي فيه توبها. إذن حياة القداسة مهمة جدا 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 جدا. لما كان شعب إسرائيل عايز يعدي نهر الأردن في حياة يشوع، وقف كده ربنا قال لهم ما تخافوش، هيعدي تابوت العهد قدامكم اللي بيمثل حضور ربنا في وسط شعبه، واول لما رجلين الكهنه اللي شايله التابوت تلمس الميه نهر الاردن هيقف من ناحيه واحده والميه تنحسر من الناحيه الثانيه وهيبقى في مكان كبير جدا تعدوا فيه. لكن لو تلاحظوا للي يقرا سفر يشوع يلاقي كده ان في الاصحاح الثالث ربنا يقول ليشوع ويشوع يقول للناس، يقول لهم كده وقال يشوع للشعب تقدسوا لأن الرب يعمل غدا في وسطكم عجائب. وفعلا لما ابتدى اللي حاملين تابوت العهد يتقدموا الشعب، بعد لما الشعب استعد لأنه بكرة ربنا هيعمل في وسطه عجائب، عدوا نهر الأردن. لكن الغريب أن بعدها على طول قدام قرية صغيرة جدا، تعرفين طبعا هم عدوا نهر الأردن وكمان أخذوا أريحة المدينة الحصينة، لكن جم قدام قرية صغيرة اسمها عاي وانهزموا. وربنا شاور قال كده سر الهزيمة هنا هي انه في وسطك حرام يا اسرائيل. كان في واحد ما سمعش كلمة ربنا والذهب اللي كان في المدينة زغل العينيه، عجبته حتة هدوم وحتة مش عارف ايه وخباهم على الرغم ربنا قال لهم لا
تاخدوش حاجة خالص. طب وبعدين نتيجة لخيانة الإنسان ده اللي اسمه كان عخان بن كرمي، نتيجة الخيانة دي الشعب كله انهزم. حافظ على قداستك، عيش حياة القداسة، مش صعبة، انت تولدت ولادة من فوق، انت معاك الروح القدس الذي أقام المسيح من الأموات. إذا كان روح القيامة فيك ما تخافش، انت بتاخد جسد ودمه، جسد ودمه المحيي، يعني اللي بيقيم، اللي بيدينا الحياة. انت فيك إمكانيات مش موجودة في الدنيا كلها. إذا كان الناس برة ساقطين أو تعبانين أو سالكين في أمور حسب تعبير الكتاب المقدس ذكرها أيضا قبيح، فالأمر ده مش بتاعك، أنت ابن ربنا سماوي، تقدر تعيش الحياة المقدسة دي طبعا بمعونة ربنا وبنعمته. فإذا الإنسان اللي عايش حياة جديدة يقدس ذاته، يتقدس، لأن ربنا بيصنع بيه كل يوم أمر جميل جدا، إن كان في حياته هو أو في حياة أسرته أو في حياة اللي حواليه. ده في بعض الناس بتبقى فرحانة جدا لمجرد إن ربنا ابتدى يفهمها، لما يبتدي يقرأ الإنجيل ويفهم، لما يبتدي كده يصلي ويلاقي الصلاة طالعة بحرارة، دي غالية جدا جدا جدا. ويبتدي الإنسان يحزن جدا لما يبتدي يفقد كل البركات دي، علشان ابتدى تدخل الشر، ابتدى يدخل جوه القلب، وابتدى يعني الظلمة تتسرب تاني للقلب اللي ابتدى ينور. عارفين اللي بيحصل للإنسان اللي منتبه على طول كده يروح لك لا مينفعش، ويبتدي كده يسد المداخل اللي دخلت الظلمة تاني عشان يرجع النور يبان. ربنا يعطينا ان احنا دايما كده نبقى عايشين حياة القداسة التي بدونها لن يعاين احد الله. يدينا ربنا القلب النقي عشان نتمتع بمعرفته ونتمتع بالشركة معاه كل يوم. لإلهنا كل مجد وكل كرامة من الآن وللأبد آمين. كنيسة القديسين 50 سنة سلم للسماء. كنيسة القديسين 50 سنة سلم للسماء. كنيسة القديسين 50 سنة سلم للسماء. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بمشيئة ربنا هنتكلم عن خدمة مركز اللغات الكنيسة اللي بدأت الفكرة أساساً في تواجد هذا المركز عن طريق المتنيح الشماس دكتور سامح. وأعتقد معظم الناس فاكرين الشماس سامح لما كان بيقرأ رسالة البولس بطريقة برايل، وكان بيقرأها بطريقة يعني مشوقة جدا وتعليمية لكل اللي عايز يتعلم يقرأ رسائل. كان الدكتور سامح نيح الله نفسه كان هو اللي بيقوم بالتدريس اللغة الإنجليزية في المركز، وكان العدد بسيط جدا. ابتدى مشوار المركز بالعدد البسيط، وكان الهدف من إنشاء المركز ده هو نشر ثقافة اللغة الإنجليزية بين شعب الكنيسة، شباب وشابات، وخاصة بالنسبة لرغيب الهجرة، وإن احنا بنساعدهم على تحسين لغة التخاطب. كل ده بمباركة أبونا القمص مقار فوزي اللي غرس شجرة المحبة في الكنيسة، وكانت دي إحدى ثمارها بمعاونة أبونا القس عادل مينا عادل. المركز بدأ بمكان بسيط جدا، يعني أوضة، وكان بيدرس فيها دكتور سامح زي ما قلت لحضراتكم. اتسعت الفكرة قوي وزاد النشاط وزاد عدد الدارسين، والمقر بتاع التدريس زادت لدرجة ان احنا خدنا الدور ده كله اللي احنا قاعدين فيه بالكامل لتدريس اللغة الإنجليزية، وخدنا كمان اللغة الفرنسية كمان معنا.
مش بس كده، ده احنا عملنا معمل للكمبيوتر وحطينا فيه وسائل سمعية للمحادثة. احنا هنا في معمل اللغات هنا عبارة عن أجهزة كمبيوتر كلها متصلة ببعضها، وليه جهاز ماستر بيبقى قاعد عليه المدرس بحيث ان يبقى كله بسماعات بيسمع المحادثة أو الكلمات اللي هي بتتقال بين المدرس وبين الدارسين وكده، وده كله بيبقى حتى بالنسبة للصغيرين وبالنسبة للكبار، فده معمل اللغات المجهز للمحادثات ولتعليم اللغة. وزيادة إقبال السفر للخارج وضرورة الحصول على دورة اسمها دورة الايلتس او دورة التويفل، جبنا مدرسين مخصوص يدرسوا الكورسات دي، وابونا مينا ساعدنا في انه جاب لنا مدرسة بتدرس في احدى جامعات لندن اللي هي كامبريدج، كانت بتيجي تدي دورات كورس ايلتس ولقت نجاح كبير جدا. اضطرينا عشان ما نتعبهاش كل شوية بتيجي، استعنا بمدرسين اكاديميين بعد نجاح الفكرة من اساسها، لدرجة انها انتشرت على مستوى كنائس اسكندرية كلها. استحدثنا خدمة الترجمة المعتمدة، عندنا اثنين مترجمين هايلين، استاذ حسام مقار والاستاذة ميري راتب، ودلوقتي بيترجموا اي مستند معتمد عشان يتقدم للسفارات والهيئات الاجنبية. بعد كده ابونا مينا قال لنا على فكرة ان احنا نبتدي نعمل دراسات لطلبة كليات تجارة عربي وانجليزي، كليات الحقوق، كليات الهندسة، لانه شاف ان ابناء الكنيسة محتاجين الخدمة دي، وتوسعنا فيها حتى شملت كمان المنطقة المحيطة بنا في كنائس اسكندرية. بعد كده بمساعدة تسوني ميري راتب، وقبل كده كان في تسوني جيزيل، كانوا بيشرفوا على توفير المدرسين لخدمة كورسات أطفال في فصل الصيف. دلوقتي تسوني ميري أيمن بهذا العمل، وإحنا الحقيقة بنشكرها على مجهودها، بتقوم بمجهود جبار في توفير المدرسين. وابتدينا خدمة كورسات الأطفال في فصل الصيف، ومش قادر أقول قد إيه الإقبال كان، لدرجة كانوا بيقولنا من خرشد والعوايد بأطفالهم عشان خاطر ياخدوا الكورس ده. وكنا بنعمل حفلة في نهاية الكورس للأطفال، وكانت بتلاقي نجاح كبير وإقبال كبير من الأطفال، كانوا مبسوطين جدا. في النهاية كنا بنوزع عليهم هدايا. لغاية دلوقتي ما قدرناش نمنع الخدمة دي، والظروف اللي سايدة في البلد دلوقتي والكورونا والحاجات دي اضطرنا نعمل كورسات عن طريق الأونلاين. مش قادر أقول لكم احنا مكناش متوقعين النجاح ده، نجاح الفكرة من أساسها، لدرجة في أطفال كتير جدا اشتركوا في خدمة الأونلاين في فصل الصيف، وده شمل كل المراحل العمرية من أول الكي جي حتى السنوات الأولى من المرحلة الإعدادية. احنا في النهاية بس يعني بودنا نؤكد لشعب الكنيسة ان احنا دايما بنقدم لهم
اللي هم محتاجينه عشان نساعدهم، نساعد أطفالهم. ويا رب دايما بصلوات أبائنا الكهنة خدمة المركز تفضل ناجحة على طول. وبرضو ما ننساش نشكر سكرتارية المركز اللي بتقوم بخدمات جبارة للأطفال وللكبار والترجمة. وكان المفروض أخويا مجدي هو اللي يقول الكلمة دي، ولكن كعادته وكرمه دايما يؤثر الآخر عن نفسه. ربنا يخليه وربنا يديم نجاح المركز دايما للأمان. أشكركم. احنا هنا من انا هنا من 2007 من 2007 مسكت المركز انا 2007 من نص الصبر جي يمكن في اوائل 2000 يعني 2007 تعبت وانت جيت زرتني في البيت. ايوه يبقى انا لا انا قبل كده انا كنت 2006 ايوه من 2006 وبعد نص الصبر 2007 يعني بقى اواخر 2007 اواخر 2006 يعني مده مش كبيره اللي قعدتها انا لوحدي من غير ما يجي نص الصبر. ومن ساعه ما جه نص الصبر كان حقيقي مساعد كبير وكان بيعضدنا في خدمتنا. واحيانا كنا ندخل في ضعفات ونحس ان الاعداد بتقل، ولكن يقول لا ارمي حملك على ربنا، بص نلاقي الاعداد بتزيد. واحيانا كورس من الكورسات مثلا مدرس يبتدي بواحد، ها فاقول له انا احنا ازاي هنبتدي بواحد وكده، يقول لي لا البابا بطرس هو هيتصرف، ونلاقي الواحد ده بقوا 10. دي امانه ودي بركه المكان وبركه البابا بطرس في المكان ده. حاجات كتير قوي كده بيحصل فيها، زائد ان الود والحب والتفاني في العمل بيننا وبين بعض كلنا ده اللي بينجح المكان. حضرتك شايف يعني ايه اللي ممكن يتعمل في المركز خلال السنين اللي جايه يعني يتطور فيه؟ هو احنا بس يعني جزئيه اللغه الالمانيه عندنا قليله شويه، واحنا يا ريت ان احنا يبقى في كان زمان عندنا هنا لغه المانيه وكنا متميزين بيها، وايطالي كان عندنا مدرسه ايطالي كانت ممتازه، الا انها راحت ايطاليا ومدرسه الالماني برضه راحت المانيا، فما بقاش في الناس مقبلين كتير على كانوا كبار. كنا بندي كبار اللي هم اللي بيشتغلوا في شركات تبع ايطاليا او المانيا وكده، فكان في، لكن دلوقتي الاعداد قليله خالص بالنسبه للغه الايطاليه واللغه الالمانيه. فبنرغب ان ربنا يبارك ولغه اللغه الالمانيه تزيد شويه، خصوصا ان في اقبال من المدارس دلوقتي على دخول الالماني في مدارس كتيره وكده. فده ده اللي بنعمله في الفتره الجايه، زائد احنا عايزين نتوسع في التعليم الجامعي، يعني احنا زي ما قال الاستاذ صابر التعليم الجامعي كان الاول بيشمل بس كليه هندسه. وكنا بندي الهندسه لرسم هندسي وكده. بعد كده زادت بقى دخلت بقى موضوع التجاره الانجليش، وكان بيجي لنا اعداد كبيره قوي من التجاره الانجليش. وبعدين دخلنا التجاره العربي، فاصبح دلوقتي التجاره عربي، وكان في حقوق. وما زلنا احنا موجودين بعد دلوقتي في تجاره عربي وفي حقوق وتجاره انجليش. زائد ان في كورسات بتبقى اللي هي للفترات معينه اللي هي بقى محتاجينها لحاجات معينه بتتم عندنا هنا في المركز. بس انا عايز اضيف كليه الحقوق عندنا خدمتها ممتازه جدا، والاعداد مش عايز اقول لك هايله، لدرجه اننا بنستعين باثنين اساتذه يدرسوا لجميع سنوات كليه الحقوق، ودي نشاطها ملحوظ ونسبة النجاح فيها هايلة جدا. يعني ما افتكرش في حد عاد سنة أو طلع بمواد في دراسات كلية الحقوق هنا في المركز. فدي حقيقة مشجعنا جدا وممتازة جدا ومميزة جدا في عندنا في المركز. والمركز يعني ما بينساش الناس اللي هم اشتغلوا معانا هنا واللي عاونونا هنا.
زي كانت تصوني جيزيل كانت ماسكه اللي هو كورسات الاطفال وكانت بتدي ايلتس وكانت بتدي كورسات انجليش وكده. وفي تصوني ميري برضو كانت لسه كانت معاها برضو. وكان في ناس كتيره وفي بالنسبه مدرسين الحقوق استاذ ماجد صبحي كان بيجي لنا هنا على طول. في ناس كتيره قدموا يد العون للمركز وكان ربنا. وكان هنا من المدرسين اللي كانت بيدرسوا تجارة انجليش هنا وكان ايامها كان بيشتغل في البنك اللي هو بيتر شحاتة اللي هو ابونا مينا شحاتة دلوقتي مرمينا المنظر اللي هو مرمينا المنظر كان بيدرس هنا في المركز وكان لي معاونات لنا في المركز مع التجارة انجليش وكده. فنشكر ربنا ربنا يبارك في المكان ببركة البابا بطرس والاباء الكهنة ومريم ورقص وان شاء الله نشوف المركز ده حاجة كبيرة قوي قوي ونسلموا لغيرنا بقى يكون هم يكملوا مشكلة الصبر ان شاء الله. انا الحقيقه عارف يعني الظروف المرضيه اضطرتني في احيان كتير نظرا لان انا يعني باجي بالبيت بصعوبه وحاجات فحاولت اعتذر للاستاذ مجدي ولا اعتذر لابونا مينا الحقيقه لقيت تمسك بالاستمراريه ان انا يعني اهو تمرين حتى للجسم ان انا انزل من البيت واجي واساعده بالإضافة عندي يعني خدمة لربنا والبابا بطرس بالذات ما الواحد ما يقدرش يتأخر عنها أبدا. فنشكر الله على كل حاجة. نسيت أقول برضو حاجة مهمة جدا إن كان في عندنا مدرسة أمريكية اتجوزت هنا في اسكندرية وكانت بتدي كورس محادثة وكان برضو كورس لقى نجاح كبير جدا بس يبدو إن جوزها المصري يعني يعني قال لها كفايه كده ومن يوميها بس خد بدلها ناس اكاديميين عندنا هنا في الكنيسه ترجم التزييد خريجي اداب انجليزي بيدوا محادثه ومستمر الخدمه لغايه دلوقتي. بشكركم واحنا اسفين لتعبكم معنا. سنة 93 الكنيسة بدأت تبدأ نشاط خاص بخدمة المرضى لإخوة الرب وحصل اتفاق مع الدكتور هنري سمير ان احنا يبقى له مكان مخصص في الكنيسة نجمع حالات إخوة الرب مرة في الأسبوع فترة الظهيرة يكشف عليها. وفعلا بدأنا حاجة بسيطة جدا عيادة بسيطة ترابيزة عليها مفرش أبيض كده وكرسي وبتاع يعني بمنتهى البساطة. يعني هي أستاذ عويضة بسالي دخل الكنيسة شاف المكان العيادة لإخوة الرب انبسط جدا وقابلني وقال لي أكيد الدكتور هنري سمير وهو بيكشف أكيد هيحتاج ان هو يعمل تحاليل. انا عندي جهاز تحاليل ميكروسكوب في البيت انا ممكن اجيبه وفعلا راح شال الميكروسكوب بتاعه. هو كان ساكن ورا الكنيسه من الناحيه الشرقيه راح جاب الميكروسكوب بتاعه وتواجد طول ما هو فتره وجود الدكتور هنري منتظر اي تعليمات خاصه بتحاليل او حاجه هو يقوم بيها. لاحظت بقى ان هو استاذ عويضة لما عمل كده كان اول علاقه ليا بيه وانا طبعا فرق سن بيني وبينه كبير فرق قامه بيني وبينه كبير لكن هو كان انسان متضع ونقي قلب جدا. لكن لاحظت ان هو انسان عنده المبادئه في الخدمه يعني مش مجرد ان هو حد يطلب منه حاجه يعملها لا ده هو شايف ان في حاجه حلوه بتتعمل هو يعني باجتهاده راح وقال ايوه انا ممكن اعمل وبدا ان هو يخدم بحب وباخلاص. استاذ عويضة كان عنده نقاء قلب وما يحبش ابدا ابدا يزعل حد. عمري ما شفته على مدى الفتره الزمنيه اللي عشناها مع بعض واعتقد ان هي من سنه 93 لحد لما تنيح استاذ عويضة ما شفتش مره ان هو زعق في حد ما شفتش مره ان هو علا صوته على حد او تهجم على حد. بالعكس كان رجل سلام ولو حد زعل حد يروح يطيب خاطره يقول له ما تزعلش ده هو ما يقصدش ده يعني كان دايما شخص صانع سلام. انا شفت بعيني مواقف كتيره يطيب خاطر الناس يخدمهم بيخدم باخلاص لما
اي خدمه تطلب منه يروح فيها ويخش فيها، زي ما مره من فتره من الفترات طلب منه ان هو يتابع القربان في الكنيسه ويشوف الحمل وبحيث يطلع احسن حمل ممكن يطلع، بدا يلتزم. هو انسان خادم، يخدم بلا مقابل، يخدم بدون منفعه شخصيه في اي حاجه، بيخدم سواء طلب منه او ما طلبش منه، لكن الخدمه عنده تفاني، تعب، اجتهاد، يعني مش خدمه كده منظره، لا. الحقيقه استاذ عويضه بالاضافه ان هو خادم بيخدم من قلبه، طبعا اسرته عنده 2 اشقاء كهنه في اسيوط، ابونا يونان وابونا بشوي، وهو كمان كان رجل عباده، يعني كان عنده قداس ثابت كل اسبوع لا بد ان هو يحضره لازم، مكان معروف مكانه في الكنيسه بيحضر في القداس جمعه او حد، لكن لازم ما يعديش اسبوع غير لما يكون حاضر، لبس شماس فتره صغيره او بعض الفترات كده، لكن هو كان ملتزم جدا جدا بقداس وحياه روحيه قويه. استاذ عويضه كمان كان بيتميز ان هو رجل سخاء وعطاء ومحب، ومحب بفرح والعطاء بفرح. في نفس السنه سنه 93 بدانا نشتغل في الكنيسه في الدور العلوي، واللي كان مهتم جدا جدا بوجبه الغداء لكل العاملين في الكنيسه كان استاذ عويضه. استاذ عويضه كان يجيب حله كبيره جدا فيها لحمه وفيها خضار وفيها رز، وهو اللي يهتم ان هو يجيبها مطهيه، طبعا هو اللي بيقوم بطهيها، ويجيبها ويحطها ويفرقها على كل الناس اللي بتشتغل، نجارين مسلح وحدادين وكل الكلام ده. كان استاذ عويضه هو اللي مهتم بالامور دي، ويجري ورا العمال، انتوا بتتعبوا، انتوا بتشقوا، انتوا بتشتغلوا، ويخش يوزع بنفسه. مره من المرات طلعنا رحله تبع الكنيسه، وكان بتمر على منطقه اسمها ساحل سليم. ساحل سليم دي البلد اللي موجود فيها استاذ عويضه، اصر انه يعزم الرحله كلها عنده في المكان بيته، يعني في ساحل سليم، وعزم الرحله كلها على فطير مشلتت، وبقى بيجري فرحان جدا انه يروح ويجيب الفطير، واللي يخلص يجيب له تاني، ويبقى فرحان، وهو كرم وسخاء وفرحه واجتهاد، وكانت ليله ما تتنساش من العمر الحقيقه، وهو بيخدم بفرح. واللي انا عارفه ان هو عنده مشكله في القلب، لكن ده ما منعتوش ان هو يخدم، ويخدم باخلاص وبمحبه وكرم وبزياده. يعني الاستاذ عويضه اشترك في الخدمه في مستشفى ماري مرقص منذ اواخر الثمانينات واوائل التسعينات بعد عودته من السعوديه من عمله، وبدا الخدمه في الكنيسه، واشترك في اعمال المباني بالكنيسه الاولى بالدور الارضي، وبالكنيسه الجديده بالدور العلوي، واستمر في هذه الخدمه سواء بالعمل بيديه او بالاشراف او بتجهيز وجبات الطعام العمال، حتى تمام الأعمال بالكنيسة، وحتى تمجد الرب بانتهاء الأعمال بطريقته وبنية الكنيسة. وكان عنده ميكروسكوب معمل أتى به ووضعه في هذا المكان، وبدأ بعمل بعض التحاليل البسيطة البدائية، فيعتبر الأستاذ عويضة بهذا الميكروسكوب نواة معمل التحاليل الطبية بمستشفى ماري مرقص، والبذرة الأولى في هذا المعمل الكبير حالياً. استمر الأستاذ عويضة في خدمته حتى كان يعمل بيديه كثيراً مع العمال في الإنشاءات والتطوير في المكان، وكان يخاف جداً على كل طوبة وشوية رملة أو أي أسمنت حتى لا يهدر، فكان يخاف على ضياعة أو فقدان أي شيء من الكنيسة أو حتى مجرد الإهمال من العمال مما يؤدي إلى خسائر بالكنيسة، وظل يقوم بهذه الخدمة وهذا العمل بكل جدية وتفاني وحب دون مقابل، حتى أفنى وقته وصحته في هذا العمل، وتعب صحيا، ودخل العناية المركزة بالمستشفى لفترة ليست بطويلة حتى انتقل من هذا العالم، وبكى عليه كل من تعامل معه من الكبير إلى الصغير، أطباء وعاملين، موظفين وعمال، دون تمييز ودون مقابل. نيح الله روح الأستاذ عويضة مثال الأمانة والإخلاص والمحبة المتفانية الصادقة.